هذا وقال متحدث عسكري أن تقدم قوات الجيش الوطني نحو مركز محافظة البيضاء جار على قدم وساق. وأوضح العقيد الركن عبد الله الحميقاني المتحدث باسم المجلس العسكري بمديرية الزاهر أن ترتيبات تجري حاليا لإطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير البيضاء من ميليشيا الحوثي الإيرانية. وأشار الحميقاني إلى أن الميليشيا في حالة من الهلع والذعر والتوجس، ويكثفون قصف منازل الأهالي وقرى المديريات بما فيها مديرية الزاهر الآهلة بالسكان ردا على هزائمهم المتلاحقة. وللوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا العميد محمد العمري أركان حرب محور البيضاء. سيد محمد مساء الخير. بداية، يعني تقدم للجيش الوطني والمقاومة لتحرير منطقة المنقطع بمديرية ناطع والوجهة بالتالي يعني مديرية بلاد الملاجم، ما هي آخر تطورات الأحداث لديك لو تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية؟ تفضل. مساء الخير. حياك الله. شكرا لك أخي أحمد مجالي. واسمحوا لنا من خلال قناة الشباب المتألقة أن نبارك لرئيس الجمهورية بالانتصارات وبالعام الجديد، ولنائبة ورئيس الأركان والقادة العسكريين وقيادات المقاومة جميعا وأبناء اليمن جاطبة. أما بالنسبة للمعارك في البيضاء، نعم، للمقاومة الشعبية لها دور كبير، وعلى مدى السنوات الثلاث قاوم أبناء البيضاء وعلى رأسهم أبطال المقاومة والقيادات بأشياء بسيطة جدا لا تكاد تذكر، ولكن مع ذلك أحرزوا انتصارات كبيرة جدا. واليوم هم متجهين إلى منطقة في منطقة، نعم، المنقطع. ايوه المنقطع، لا عفوا، نعم، عفوا، نعم. اليوم من مالح متجهين إلى حجيلان ثم إلى حذيه، إلى حذيه بالأمس، حيث أخذوا منها يعني العتاد والأسلحة وراح الكثير من الحوثة بين قتيل وجريح وأسير، واليوم متجهين إلى منطقة المنقطع ثم متجهين الآن. طبعا المنقطع يعني تم تصفية هذا تماما، نعم، ومتجهين الآن يعني ومعلومات وصلت يعني قبل ساعات إلى منطقة صبغ، نعم، وسوف تحرر للساعات القادمة إن شاء الله. سيد محمد، يعني في ظل وصول تعزيزات ربما عسكرية كبيرة إلى جبهات بمديريتي ناطع وأيضا نعمان، وأيضا تزامن وصول هذه التعزيزات أيضا مع تصريحات قيادات عسكرية وسياسية عن تحرير البيضاء، يعني هل نحن اليوم أمام عملية تحرير شاملة لمحافظة البيضاء؟ إن شاء الله سوف يعلن تحرير البيضاء بأكملها، ولكن هذا حسب يعني الخطة التي نوجه بها من قبل القيادات العسكرية وعلى رأس هذه القيادات رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوى المسلحة ونائبه. نعم، يعني سوف نعلن بها في الوقت المناسب. نعم، يعني هناك أحاديث أيضا يعني ربما تتوارد حول تقدم للجيش متسارع على في وتيرة متسارعة، وأيضا وسط انهيارات ربما وفرار لجموع من ميليشيا الحوثي الانقلابية، ما صحة هذه المعلومات؟ بالنسبة على الحوثيين البغاة الانقلابيين، فعلا هم يعني في هزائم يعني خصوصا في الأسبوعين القليلة، رغم أنه لم تعلن يعني تحرير البيضاء رسميا، لكن الآن الذي بيقاوموا هم عبارة عن يعني فصائل وجماعات من المقاومة بقيادة المنصوري، نعم، وفي حينها سوف تعلن عن تحرير البيضاء يعني بأكملها. ولكن الحوثيين فعلا من خلال المقاومة اليوم هم يعني يلاقوا خسائر فادحة في المعدات والأفراد. اليوم في الزاهر حصل يعني تم إعطاب يعني طقم عسكري واغتنام كل ما عليه،
أخذوا معهم مجموعة أربعة أو خمسة أفراد، بلغني يعني للتو أسرى وأيضا في قيفة تقاوم ومقاومة شرسة في مواجهات مع الإنقلابيين في عقب الزعج والبشيمة. نعم. بالتصدى لهم. نعم سيد محمد، أيضا هناك جبهات أخرى ربما تقع ضمن مديريات رداع مثل ولد ربيع وأيضا القريشية، ماذا عن نعم. هذه الجبهات كيف تسير المواجهات هناك؟ هل لديك أي معلومات حول هذا الموضوع؟ هذه الجبهات يعني في هناك في تنسيق بين كل هذه الجبهات. نعم. في قيفة وأبناء قيفة يعني تصدوا للإنقلابيين، بل يعني قبل الإنقلاب هم أول من تصدوا أبناء قيفة جميعا. نعم. بما فيهم القرشية أو الدربيع جميعا كلهم صف واحد وعلى تنسيق وعلى قيادة موحدة إن شاء الله. نعم سيد محمد العمري أو العميد محمد العمري أركان حرب محور البيضاء، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.